أنا درته من قلبي والله وتعبت بس متابعين الفيديو حبيت نصلحه. ميرسي. أيوة هكذا. لا هكذا. لا هكذا. هيا قولوا لي العمر والكبدة. وينك؟ أنا في قسنطينة وشي راس في الجزائر. عند حبيبي بيان سيغ الكسندر خالة المطار فرح بيا. ايه يقولك الحباب نعود ديما نركب من قسنطينة بقيت خلاها نركب من حتى بلاصة. لا في بيتك قلتوا لي لي كومونتير البارح واليوم وكل قالوا لي ما يبعثوا لي في الانستغرام وفي السناب قالوا لي بعدي ديري لي لايف ما تحبسيش من لي لايف رانا ولفنا لي لايف تاعك هاني قد ندير لكم في لايف كل ما نكون نشوف روحي على نزيد لكم لايف اني موراك والله ما على بالي يا خويا مورايا ولا انا وغزالي شارك هكا خير ميرسي تحب لي عمري حابة نتلاقى بيك نحبكم وتريك إن شاء الله حبيبتي تيجي نهار ونتلاقى طلعيني وين الشراس في ألجي وين راكي قسنطينة أجي بعوينة آي 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 سلام زين سلام تحية من عند الشاوية ناس الشاوية نحبكم وتريكم ميرسي ما شيغي أختي والله نحبك إن شاء الله تريب بوندي يا وش اسمك يا شامي سرات هذي صديق لاس مخسي عندك سري هبل في عينيك اي دوت السادس اللي قال لك على عينيك داليا مرحبا بك في تلمسان يا عايشك يا حبيبتي مرحبا بك عايشك مخسي وقتها تتزوجي كي نلقى ان شاء الله الرجل اللي ناسبني صح ياسر البارح اللي عجبهم اللايف ياسر الناس اللي بعتوا لي ياسر الناس اللي فرحوا بي وانا عمكم اني فرحانه خلاص باسكو كي تدير لايف هكا وتلقى لي كومونتير مليح تعود عندك طاقه ايجابيه تعود تقدر تهدر تعود تحب دير لي لايف بس حكي يكونوا غير انتقادات الانتقاد تفشل تحب تيفيتي ما تعودش دير هكا كما دركا كم قاعده نشوف الناس تحبني وحبوني ويلفوني ويطلبوا مني ندير في اللايف قلت بربي ان شاء الله كيف انا نهدر ما فهمتش نبدل هدرتي قصدك نعود ما نهدر هدره واحده اخرى هذه هي هدرتي ميرسي امين ما بال وي داليا حبيبتي اليوم راكي تهبلي اصلا ديما تهبلي ميرسي يا حبيبتي ربي يحفظك اعطيني مشروع قد يفوتني تاع مشروع تحيه من سوق هراس من سوق هراس راكي تهبل انظر قلنا كا ما شاء الله عليك ميرسي حبيبتي كيف ندير مع صاحبي ماهوش مهتم بيا تصري بالحصة الو داليا صاحبي ماهوش مهتم بيا كيف نعمل له ما نهتمش بيه ماهوش مقيمني ما نقيموش خلصتك الخلطة السحرية يهتم بيك 100% ما شيغي شوفي شوفي الحاجة اللي ناقصة فيك وحاولي انك تخدمي عليها وهو خليها هكا اخدمي على الحوايج اللي ناقصين فيك وبعد تخمي فيه هو اتصلي بالحصه للخردات السحريه تهتم بك 100% ثبتها بلي اها ديما نقول كيما هكا انا ندعي ما نعرفش ندعي نعرف غير نهضر الحاجه اللي في قلبي استناي واش قلتي لي أراه راح يحرق خلى لي زوج بنات وراني أنسان شهرين تنصح تنصحيني تعيشي سيدي حرقي ما ولا ما حركتيش معاه حاوتي ولا ما داكش معاه ولا خلاك وحدك باه نفهم بالك حبيت نفهم ولا ما رحتيش معاه رايح وحده هو راجلك رايح يخليك بالولاد وزيد أنسان وراح يحرق ولا رايح راح يدير المستقبل زعما ويخليك هنا المستقبل تكونوا مع سبب يا صح
هي تبعني يا 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 حشمتيني على بالك والله تبين تبع فيها كي كانت بتفارها ومنها هي كنت ندير في دوافري في الجزائر وطلعتي له هرامي ها برك كنت هناك بدي بريدي يا تحيا الحكومة عقدت على يا يما خويتي شوفوا كيف هي الاستقبال الله الله الكسندر الورود والله يزف فرحت على بالك ما فهمتش كيف طليتي ونشوف اللايف تاعي قلت لك ورانا قلت لك وراك قلنا خيزي وراك انت تفرجوا هنا بتسمى ديجا كبير ونتبع فيك طول ضرب كسب طول داري خرجت شنو باش كومونتير قلت لك قلت لك وراكم انا ديك انا قريت وقلت لي وراك خويا وراي كسبت لي وراك نطلب من هي جيتيني في اللايف قد قد مش يطلع لك الموراد شفتي الله يبارك ماشي بالخير يا حبيبي وصاحبنا ومن خير انا ضحكتك هذيك الدنيا وما فيها الله يعيشك يعيشك خلاص ما نعود تبعني ديما Oh, my God.